عشان نلملم الاوراق في العشر احنا دقائق عندنا اللي فاضلين. حاجة بس المنتخب اتفضل. مصري بقى، ما هو منتخب مصر، ما هو يلا منتخب بينا. مصر. انا عايز اسال ايه التشكيل في ضوء ما، عارف انت، في ضوء ما سبق، ما سبق، في ضوء ما اذكر بقى، سبق، اه، اذكر. الطريقة الافضل احنا قلناها، التشكيلة الافضل لمنتخب مصر، والسيناريو بتاعنا سواء في الضغط العالي او حتى كمان في ان احنا نبتدي نضغط من نص الملعب، ولا احنا هنبقى تحت الكورة، السيناريو الامثل بالنسبة لنا، و نكسب ازاي منتخب نيجيريا في ضوء ما سبق. جزء من نكسب ازاي؟ آه. اللعيب رقم 10. آه. شغل كارلوس كيروش هيما اللي اتكلمنا عليه مرارا وتكرارا بالك يا 10 ده في كاس هتحكوا العالم. فيها قصه حياتكم. لا لا ولا اي حاجه، ده هي دقيقه بالظبط، هي ماشي. لو شافوها مصر في اللعيب رقم 10. ماشي. انا بشرح لك اسلوب اعتماد كارلوس كيروش على اللعيب رقم 10. هو ما بيعتمدش على اللعيب رقم 10 الكلاسيكي التقليدي اللي هو ما بيبقى ما بين الوينجرز، اللي هو ما بين مرموش وما بين محمد صلاح، اللي هو مثلا جرى العرف قفشه. ليه ما بيشتغلش على الموضوع ده هيما؟ ابسط مثال على الموضوع ده ان الراجل عنيد، شبه ممكن اراهنك او شبه مستحيل، لو وزعت ورقه وقلم على كل مدربين الدوري المصري وضم عليهم كمان الجهاز المعاون لكارلوس كيروش نفسه، كابتن ضياء السيد وكابتن محمد شوقي، وديتهم ورقه وقلم قلت لهم حطوا السكواد اللي نروح بيها كاس الامم الافريقيه حتى لو من 23 مش 25 ولا 28، اراهنك لو فيهم واحد استبعد قفشه، اراهنك حتى اقول لك مين، حتى كارتيرون نفسه هيحط قفشه اللي هو مدرب الزمالك مثلا، هيحط قفشه. هو عنيد، هو ما بيشتغلش على الراجل رقم 10 بالطريقه التقليديه، هو بيشتغل على اللعيب رقم 10 ازاي؟ تعالى اوري لك ان الكوره لما بتبقى في الطرف اليمين، الوينجر اللي في الطرف الشمال هو اللي بيضم في عمق الملعب، يقوم بالدور رقم 10، والباك ليفت اللي هو فتوح هو اللي بيقوم بدور الوينجر، والعكس صحيح. الكوره لو عند مرموش، صلاح اللي بيدخل في عمق الملعب يقوم بالدور رقم 10، واللي يجي بيقوم بدور الوينجر في الطرف اليمين هو الباك اللي هو اكرم توفيق او لعيب نص الملعب لما بيلعب بثلاثة. تعالى اوري لك الموضوع ده، ابسط حل في هم ثلاث حالات دي. مباراه بسرعه جدا بقى، يلا بسرعه جدا. هنا عبد الله في مباراه ليبيا، هناك هنا عبد الله، واللي جاي بيعمل معاه اوفرلاب فتوح. مين اوفرلاب؟ فتوح. حط الكره بقت فين؟ في الطرف الشمال. طيب مين اللي هيقوم بالدور رقم 10 لما الكره تدخل في العمق؟ عبد الله اهو لسه الكره في الطرف الشمال، اتحطت لمين بقى؟ السقف. مين اللي دائم بالدور رقم 10؟ صلاح. صلاح. مين اللي رايح في الطرف اليمين؟ ده السولية، عشان كنا بنلعب بثلاثه في نص الملعب لو فاكر الماتش ده، اتحطت من صلاح. طيب هنا ليه بجيب لك الموضوع ده؟ هقول لك ليه انا بجيب لك الموضوع ده. السولية حطها فوق. الحاله اللي بعديها مباراه مين؟ انجولا، ده جول التعادل. الراجل الكره كانت اوت، مروان اخذ الاوت، الكره اوت اتلعب بسرعه، هم الحاله كمان فاضله وخلاص، هدي الكلمه ليه عمر. الاوت اتلعب بسرعه، راحت في الطرف الشمال من فتوح، رجع للنني، بس وقف. مين اللي جاي بيقوم بالدور رقم 10؟ صلاح. مشي الصوره هنا رقم 10 وسط اتنين، قام عامل الفنت وسحب الكره بنعل الجزمه وحاطط لمين؟ لاكرم اللي قام وراح وسدد. اخر واحده عشان اثبت لك انها من الطرفين شغاله عندنا، وهنا وهنا، دي مباراه ليبيا هنا، الكره في الطرف الايه؟ اليمين. طيب مين اللي هيقوم بالدور رقم 10؟ اللي هيدوم بس وقف. مين ده؟ مرموش. شكرا. ضمم لفين؟ لجوه. لجوه في التمركز رقم كام؟ 10. قام الراجل لافف وعامل الفنت بتاع صلاح، لكن المره دي ما حطش، لكن حط في الجول، ما حطش قصدي لطرف من الاطراف. فاذا الوينجرز هي اللي بتقوم بالدور رقم 10. سؤالي هنا اللي اتمنى يكون عنده الحل بتاعه بكره، طب الراجل الوينجر بتاعنا بكره صلاح او مرموش لو دخل في العمق عشان يقوم بالدور رقم 10 ونديدي هيبقى واقف لهم، هل مجهز الحلول؟ يا رب يكون عنده الحل. عمر، التشكيله بتاعتنا. التشكيله سريعا كده في رايي انا، في ضوء ما سبق احنا حللنا بقى نيجيريا بتهاجم ازاي وعندها ثغرات فين، فبناء على كده انا بنيت تصور لتشكيله منتخب مصر اللي يلعب بيها. تعال نشوف سريعا التشكيله اللي ممكن المنتخب الوطني يلعب بيها. انا عندي تشكيلتين، دي اول واحده فيهم. ماشي. 4-3-3 لا خلاف على الاربعه اللي ورا، محمد النني على الدايره، وهنا اختيار محمد النني وفقا لقناعات كارلوس كيروش ان لازم الراجل رقم 6 يعرف يخرج بالكوره. ماشي. لان ده الارتكاز بتاعي، وهكرر لك تاني دايما ان لما كان قدامه الاختيار ما بين النني وطارق حامد وحمدي فتحي كان بيروح ليبيا اختار النني، ولما كان حمدي فتحي والنني في انجولا اختار النني، فدايما هيختار النني. هنا بقى عندي الاثنين البوكس تو بوكس، الاثنين التمانيات، هم دول محور الشغل بالنسبه لي. طب ليه زيزو وحمدي فتحي في التشكيله دي؟ وهروح للثانيه برضو. ماشي. لان انت ما بتلعبش برقم 10 زي ما كابتن تامر قال، او ان انت ما عندكش اللعيب اللي رقم 10، فانت بتشتغل شغل جبهات. يعني انت عندك جبهه بتكمل بعض، فهنا في الشكل ده الجبهه دي هيبقى عمر مرموش هجوميا، ابو الفتوح هيزيد معاه هجوميا، هنا حمدي فتحي واخد شويه جانب دفاعي تامين جنب النني، ف
فانت والكوره معاك عندك واحد مغطي على الجبهه دي بالظبط تمام والناحيه الثانيه والعكس بالعكس برضو بس اكرم زيزو. توفيق هنا اللي ثابت فانت عندك هنا زيزو وصلاح فايه اللي يحصل لما الوينج يخش 10 او يخش فيرو الثاني زيزو ياخد الخط جناح على طول فيحصل الكومبينيشن بتاع ان انت عندك اثنين على الطرف وعندك زياده هجوميه في نص الملعب طيب ما خدناش التشكيله دي نروح نشوف التشكيله الثانيه ودي برضو الاقرب ان هي تحصل نفس القصه في التشكيله الثانيه يا شباب التشكيله الثانيه هي دي نفس القصه ما فيهاش غير تغيير واحد هي دي يا بيه دي اللي هيلعب بيها بكره دي اللي هيلعب بيها بكره انت اشتريت دي انا لا هي دي اصل المعلومه اللي جايه اللي قلتها في الاول البرنامج انه تريزيجيه شغال بقاله 3 ايام كده لحد يوم الجمعه كان شغال طرف بدا يشتغل 8 ناحيه الشمال انا اشتريت ليه بقى ليه بقى عشان تريزيجيه يعمل الشيفتنج اللي مع مرموش في الجبهه اللي مجننه الراجل من يوم ما جه برافو عليك فمرموش يخش جناح فرويد وحمدي فتحي يغطي صلاح في الزيادات لما اكرم يروح معاه وقللت معدل الجري بتاع تريزيجيه لانه لسه مش جاهز بدنيا شكرا دي مهمه وبالتالي انت والكره مش معاك عندك اتنين مقابلين ايوبي ومقابلين قريبه الورك ريت بتاعهم عالي ان هم تريزيجيه وحمدي فتحي عندك النني على الدايره بيخرج بالكوره وهو اللي مقابل انديدي لما يزيد وعندك ثلاثه هيحصل ما بينهم مجموعه تحركات ده مرموش لو دخل فيرويد هيخش تريزيجيه جناح صلاح لو دخل فيرويد هيكمل اكرم توفيق للخط وهيبقى عندك دايما زياده في وسط الملعب لان مفيش رقم 10 في طريقه كيروش زي ما تامر قال وزي ما قلنا من اول يوم مسك فيه منتخب مصر 4-3-3 بتاعت كيروش لو تفتكر السؤال الشهير اللي احنا سالناه فين قفشه من اول يوم هو كان واضح ان عنده مشكله مع صانع الالعاب عندك اي اختلاف في التشكيله دي لا هو دي اللي هيلعب بيها انا طيب. قلت وجهه نظري قلت لك هو هيلعب بيها اخر حاجه ليه استبعدته عبد الله سعيد عشان المعلومه ولا علشان لا 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 انا 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 في رايي ان مباراه بدنيه زي دي مع ايوبي وقريبه محتاج ان انت تروح وتيجي بيها هيبقى الموضوع صعب جدا هيبقى صعب جدا مع ثلاثي خط الوسط بتاع نيجيريا ان عبد الله يروح ويجي دي مشكله كبيره جدا ليه قريبه طول الوقت ليه ما يجيش هو يعني ليه قريبه زيد ما انتوا ضاغطين عليا قوي يا جماعه عايز اقول نقطه بقى ماسك نفسي بقى ومش قادر بصراحه ليه طول الوقت قريبه ليه ما يجيش هو يلعب وخلصنا بدل ما راجل تنك شويه فبعت لنا واحد قريبه يعني خليتنا نتجرجر لوضع مش صحيح خالص مش لطيف دي وضعيه مش لطيفه زائد ان عبد الله يعني هيبقى محتاج ان التسعه اللي حواليه فايقين ومقربين قوي من بعض مش هو اللي هيعوض لك فرق المساحات هو هيبقى محتاج حد يعوض له هو فرق المساحات والجري ده عشان كده عبد الله لما لعب مباراه ليبيا اللي كان بيلعب فيها صغير والفرقه كلها مقربه احسن مبارياته مع كيروش لما الموضوع فتح شويه في مباراه انجولا اضطر انه يرجع 4-2-3-1 ويضم عبد الله في الزحمه تاني فالورك ريت بتاع عبد الله واللياقه البدنيه انا شايف ان هو ما يبداش ممكن يخش اخر نص ساعه ممكن ازود بس كلمه واحده بس في سؤال مين اقوى دفاعيا تريزيجيه ولا عبد الله السعيد لا تريزيجيه خلاص اروح اتفضل روح شوف قريبه بقى. طيب هسال اخر حاجه سعيد معلش اخر سؤال توقعاتك لماتش بكره ايه هنكسب باذن الله كام 2-1 ليه 1 2-0 ان شاء الله 2 يا ريت مش عايزين يخش فينا جوه مش عايزين نكد بقى انا موافق 1-0 عن 2-1 انا عاوز ابقى كلين شيت لا يجي جول وبعدين احنا نقعد دمنا محروق لحد ما نتعادل وبعدين نتقابل ليه كده ايه ده طب وليه ما تبقاش 2-0 لينا لو قدر الله وبعدين مش عارف السيناريو ده بيمشيش معانا انت عارف دايما السيناريو الاولاني ولا بيمشي ماشي عمر لا ان شاء الله 2-0 للمنتخب المصري 2-0 ان شاء الله طيب عمر بيروح على طول الحاجات الطيبه ان شاء الله اشتريت برضو اشتريت ما جاش تاني بس وخلاص ان شاء الله